جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية ثانية: أديت مناسك العمرة وطبت وأنا راضية والحمد لله، ولكن صليت خلف المقام بدون وضوء، وأيضا سعيت بين الصفا والمروة بدون وضوء. أعلم أن عمرتي ناقصة، لكن ماذا يجب علي وجهني جزاكم الله خيرا؟ ركعة الطواف لا يصحان إلا بوضوء، فصلاتك الركعتين للطواف بدون وضوء عمل غير صحيح، ولكن ركعتا الطواف سنة وليست بواجبتين، وتركهما أو بطلانهما لا يؤثر على العمرة، لأنهما ليس من أركان العمرة ولا من واجباتها، وإنما هما من سننها. والسعي ركن من أركان العمرة، ولكن لا تشترط له الطهارة، ويصح السعي من غير المتوضي، يصح من هو ليس على طهارة، لأن الطهارة في السعي مستحبة وليست شرطا فيه، إنما هذا الطواف هو الذي تشترط له الطهارة، فلا يصح إلا من متطهر. أما السعي فإنه يصح بدون طهارة، وإذا وقع في طهارة فهو أفضل. نعم.